هنالك عوالم متعددة في هذه الحياة، هذه النشأة تحتوي على عوالم متعددة، هذا العالم اللي احنا نعيش به عالم الدنيا، هذا نفهمه، هذا ندركه، قبل أن نولد إلى الدنيا كنا في عالم الأرحام، هذا العالم شوية منه ندركه. ولكن ايضا عمقه من ادركه هذا الجنين شنو يفكر من ندرك هل يفكر لو لا هل عنده عقل لو لا هذا من ندركه كثير من الاشياء من ادركه بس هذا العالم هذه النشأة الدنيا عالم الارحام ندرك شيئا منها بعد هذين العالمين اكو عالم الموت هل ندرك عن عالم الموت شيئا وربما عوالم اخرى تنتظرنا عالم البرزخ عالم عالم المحشر عالم عالم الصراط عالم قبل هذه النشأة، كانت هنالك عوالم كنا فيها، من جملة تلك العوالم عالم الذر، التفضيل في هذه النشأة يرتبط بما جرى علينا في تلك النشاه السابقه في عالم الذر ماذا جرى هناك لا نعلم ولكن بعض الروايات الشريفه اشارت الى بعض ما جرى في تلك العوالم او في ذلك العالم شوفوا احنا في عالم الدنيا عندنا مسابقات هذه المسابقات تجرى وباشراف مجموعه من المدراء والمربين والمرتبطين باجراء المسابقه بالمسابقه يختارون الفرد الاول الذي نجح في هذه المسابقه فيفضلونه على الغير ويكرمونه بهدايا ماديه او هدايا معنويه هذا شيء مالوف لدينا هذه مسابقه ماديه دنيويه تفضل بعضا على بعض اما مسابقه علميه مجموعه من الاسئله العلميه في الجامعه تطرح ثم يختار الفرد الاكمل علما وذكاء في مختلف الابعاد وإما مسابقات غير علمية مسابقات رياضية كرة القدم مثلا أو مسابقة العدو الركض فإثر هذه المسابقات يشخصون الفرد الناجح الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا مثل هذه المسابقات المادية كانت هنالك مسابقة معنوية ولكن في عالم الذر نتيجة تلك المسابقة والفوز فيها الأثر في هذه النشأة واختيار الأفضل فالأفضل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا في عالم الذات يجون جماعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله ويسألوا اللي لما فضلت على جميع الأنبياء والرسل وأنت خاتمهم ما هو السبب في ذلك هذه الرواية مذكورة في الكافي الشريف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم قال إني كنت أول من آمن بربي <applause> هناك كان أكو مسابقة في تلك المسابقة الله تبارك وتعالى اشهد الخلق جميعا: ألست بربكم؟ إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب بلى، حين أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، فكنت أنا أول نبي قال بلى. فسبقتهم بالاقرار بالله. مقاييسنا في الدنيا في المسابقات تختلف عن مقياس الله تبارك وتعالى في المسابقه التي على اثرها الله تبارك وتعالى اختار الانبياء وفضل بعضهم على بعض. طبعا مو مقياس واحد هنالك مقاييس متعدده لماذا هذا النبي افضل من ذاك لماذا بعض البشريه صاروا انبياء والبعض الاخر لم يصبحوا انبياء هذا ايضا تابع لمسابقه اخرى الله تبارك وتعالى اجرى هذه المسابقه ايضا في عالم الذر او في عالم الاخر افضل البشريه على الاطلاق منه الرسول صلى الله عليه واله هو الذي سبق الاخرين سبق الاخرين في التوحيد بعد النبي صلى الله عليه واله امير المؤمنين وفاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما افضل البشريه على الاطلاق. المسابقه الثانيه حولهما في هذا الحديث الشريف نقرا ان الله عرض حب علي وفاطمه وذريتهما على البريه على جميع الخلق عرض حبهما فمن بادر منهم الاجابه اللي سرع أكثر من الآخرين ولو بعشر الثانية ولو بجزء من مئة جزء من الثانية أو ألف جزء من الثانية المسابقات الدنيوية هكذا اللي يسبق الآخرين بجزء من الثانية هو يكون الأول المتاخر ولو بمقدار قليل جدا اللي لا يرى الا بالكاميرات الدقيقه يكون هو الثاني او يكون هو العاشر. ان الله عرض حب علي وفاطمه وذريتهما على البريه فمن بادر منهم الاجابه جعل منهم الرسل. اختيار الرسل دون غيرهن منوط بالإجابة أولا ومن أجاب بعد ذلك بفترة جدا قصيرة لا تلمس ولا تدرك ومن أجاب بعد ذلك جعل منهم الشيعة ليش ولد من أبوين مؤمنين ليش صار شيعي هذا مربوط بذلك العالم والنجاح في ذلك الاختبار الالهي ومن اجاب بعد ذلك جعل منهم شيعه وان الله جمعهم في الجنه